ولد الحسين بن عبد الله الثاني في 28 من يونيو لعام 1994. هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ 2 يوليو من عام 2009، وهو بحسب خط الخلافة على العرش الأردني الوريث الواضح لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو أحد أفراد العائلة الهاشمية الذين يحكمون الأردن منذ عام 1921. منذ بلوغه سن الرشد القانوني عام 2012 تولى الأمير الحسين مسؤوليات كثيرة في بعض الأحيان بكونه وصيا على عرش المملكة، كما رافق والده الملك عبد الله الثاني في عدد من الزيارات الدولية والمحلية. وفي عام 2015 أي عند بلوغه عامه 20 أصبح الأمير الحسين أصغر شخص يرأس جلسة لمجلس الأمن الدولي، وظهر ظهورا عالميا عندما ألقى خطابا موجها للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من ذلك العام، وتحدث فيه عن التطرف والإرهاب وكيفية حماية الشباب من الجماعات الإرهابية المتطرفة. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني هو الابن البكر للملك عبد الله الثاني ابن الحسين من زوجته الملكة رانيا العبد الله. له شقيق واحد هو الأمير هاشم، وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى. أنهى الحسين تعليمه الثانوي في مدرسة كينجز أكاديمي في مادبا في الأردن عام 2012. حصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016. كما تخرج الأمير الحسين من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في بريطانيا عام 2017. يحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي منذ نوفمبر عام 2021. تخرج الأمير الحسين من الأكاديمية العسكرية الملكية ساند هيرست في بريطانيا، وأنهى متطلبات التخرج في 11 من أغسطس عام 2017، وهي نفس الأكاديمية التي تخرج منها والده الملك عبد الله الثاني وجده الراحل الملك الحسين بن طلال. شارك إلى جانب أفراد القوات المسلحة الأردنية في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية وفي القفص المظلي والعمليات الخاصة والقوات البحرية، كما تدرب على مختلف صنوف المهارات والعمليات القتالية. حصل على دورة قيادة الزوارق ودورة الغطس التعبوي في القوى البحرية الملكية الأردنية، وشارك مجموعة الزوارق المقاتلة في الواجبات والدوريات والتمارين عام 2019. شارك أيضا في تمارين القفز المظلي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شارك إلى جانب أفراد القوات المسلحة الأردنية في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية. في عام 2021 أشرف ولي العهد على إعداد برنامج رفاق السلاح لدعم المتقاعدين العسكريين، والذي يتكون من 5 محاور البرنامج جرى وضعها بناء على التوجيهات الملكية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من خلال لجنة شكلت لهذا البرنامج مكونة من رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارة جلالة الملك للسياسات ومحافظ البنك المركزي ومدير المخابرات العامة والأمن العام. تم الإعلان عن برنامج رفاق إسلام في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، والذي يصادف في 15 من فبراير شباط من كل عام، ويشمل برنامج 5 محاور تشمل 3 محاور مادية ومحورين معنويين تتمثل في تسريع دور قروض الإسكان العسكري والاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها صندوق الائتمان العسكري وبرنامج المنافع والخصومات ضمن شبكة واسعة من التجار والموردين وإيجاد مسارات خاصة للمتقاعدين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الدورات التوجيهية والتدريبية لضباط الصف قبل التقاعد. تم تأسيس مؤسسة ولي العهد في عام 2015، وانبثقت مبادراتها في جميع محافظات الأردن لتجسد على أرض الواقع إيمان سمو الأمير حسين بأن الشباب الأردني لديهم القدرة في تحقيق أعظم الإنجازات إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل اللازمة لتأدية دورهم في العملية التنموية كمواطنين فاعلين. وتهدف المؤسسة إلى المساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية
وإقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها، وذلك بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم. أيضا التعاون مع الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في أنشطتها التي لها علاقة بأهداف المؤسسة، والمشاركة في تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية أو المساهمة أو المشاركة فيها وفقا للتشريعات النافذة. يؤمن الأمير حسين بالشباب وبضرورة تمكينهم وتأهيلهم للمستقبل ليقوموا بأدوار ريادية في مختلف المجالات وفي كافة العلوم، فهو الراعي لفعاليات المنتدى العالمي الأول للشباب والسلام والأمن في عام 2015 في الأردن، كما يؤمن بدور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام وتحفيزهم نحو الابتكار والريادة وتوجيههم للعمل التقني والمهني والمشاركة في خدمة وتطور المجتمع، وأهمية التعليم المبني على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وجذب اهتمام طلبة المدارس والجامعات العلمية والعملية المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. يقوم ولي العهد بلقاءات مستمرة مع الرياديين الأردنيين الشباب وممثلي المؤسسات الداعمة للأعمال الريادية التي تسهم في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للأردنيين. حصل ولي العهد على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى، وفي عام 2019 حصل على وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة في البحرين، وفي عام 2020 حصل على وسام أولاف من الدرجة الأولى في النرويج. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.